نأتي الآن إلى الصورتين اللتين يجوز فيهما إيه؟ الوجهان. ركز معي حتى تستفيد. إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء مكسور، نحن كنا عم نقول بحالات التفخيم غير مكسور. طب إذا كان مكسور بدنا نجيب مثال، ما له مثال بالقرآن إلا كم مثال؟ مثال واحد. ركز معي شوي، انظروا إلي، عندي راء ساكنة وقبلها مكسور، لعند هنا الكلام شو يقتضي؟ ترقيق. طيب إجا بعد منها حرف استعلاء، لو كان غير مكسور كان هو يؤثر عليها فإيه؟ فيشدها إلى أعلى وتفخم، تمام؟ لكن لما كان هو مكسور اللي هو حرف الاستعلاء، فالكسر هنا سؤال، هل الكسر في حرف الاستعلاء أضعفه أم ألغاه؟ لا لا، وجهتين نظر، وجهتين نظر. يعني بعض العرب تعامله وكأنه ما عاد موجود، شو بيقولوا؟ في القاء، شو بيعملوا؟ بيرققوا، بيقول لك يعني صار كأن تفسيرها كأنه الكسر شو عمل؟ الكسر في القاف، يعني كأنه ألغى قوة القاف. هي حرف القاف قوة عم تشده لفوق وقوة عم تشده لوين؟ لتحت. مين عم يشده لفوق؟ الاستعلاء، الاستعلاء. مين عم يشده لتحت؟ الكسر. فكأنه أفنت كل منهما الأخرى، فصار الحرف اللي هو الراء يتأثر فقط بمين؟ بالكسرة اللي قبله اللي هي كسرة الفاء. فهمتوا فلسفة الترقيق؟ طيب، ومن العرب من يعني معاملته لها بيقول فرق، شو بيعمل فيها؟ بيفخمها، وكأنه يقول إن الكسرة في القاف أضعفها لكن ما ألغاها. انتبهتوا كيف؟ فما زالت الراء تتأثر بجارتها القاف وتتفخم. كلا القولين معتبر وكلا القولين مقروء به، ولم تأتي في القرآن العظيم إلا كما تعلمون في موضع واحد عند الوقف عليه بالسكون، عند الوقف عليه استغفر الله، استغفر الله، عند قراءته وصلا أو الوقف عليه بالروم، عند قراءته وصلا أو الوقف عليه بالروم. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، أو فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، هذا وصلا. إن وقفنا بالروم فكان كل فرق، فرق قاف إيش؟ ضعيفة. فكان كل فرق، انتبهنا؟ إن وقفنا بالروم، لأن الروم حكمه حكم إيه؟ حكم الوصل. الروم حكمه حكم الوصل. قال الجزري وإن ترم فمثل ما تصل، في طيبة النشر، وإن ترم فمثل ما تصل، انتبهنا كيف؟ أما إن وقفنا بالسكون فالقاف تصبح ساكنة، هل هناك كسر يشدها إلى أسفل؟ ما في كسر يشدها إلى أسفل، إذن تبقى إيش؟ تبقى مؤثرة على جارتها الراء فتشدها لفين؟ للتفخيم، تشدها فكان كل فرق. طيب هذه الصورة فرق فين بدنا ندخلها؟ لو قلنا بحالات التفخيم الثمانية، لو قلنا إذا سكنت الراء وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء مفتوح، ما كانت دخلت. حتى ندخلها بدل ما نقول مفتوح مثل إرصادا ولا بالمرصاد وفرقة، بدل ما نقول مفتوح شو قلنا؟ غير مكسور. فكلمة غير مكسور تشمل المفتوح وتشمل الساكن. وضح؟ وضح إخواني؟ إذن عند الوقف بالسكون فكان كل فرق، انتبهنا؟ سأقرأ ثم بعد إذنكم تقرؤون ورائي. فكان كل فرق كالطود العظيم. مرة ثانية.
فكان كل فرق كالطود العظيم. رح نسمع المرققة مرتين. فكان كل فرق كالطود العظيم. فكان كل فرق كالطود العظيم. فكان كل فرق كالطود العظيم. أما عند الوقف نرى على اللوحة. أما عند الوقف عليها بالسكون ففي الراء التفخيم لا غير. ليه؟ لزوال موجب الترقيق. ألم يقل إمامنا الجزري والخلف في فرق لكسر يوجد؟ ما في كسر الآن. لزوال موجب الترقيق وهو كسر حرف الاستعلاء بين قوسين القاف. وضح؟ طب سأقرأ ثم تقرؤون خلفي بعد إذنكم. فكان كل فرق. وبالروم مفخمة. فكان كل فرق. فكان كل فرق. مع الترقيق. فكان كل فرق. فكان كل فرق. واضح؟ الصورة الثانية من صور جواز الحالة التفخيم والترقيق. إذا سكنت الراء وقبلها مكسور. استغفر الله. سكنت وقبلها حرف استعلاء ساكن وقبله ايه؟ مكسور. من عيد. سكنت الراء وقبلها حرف استعلاء ساكن وقبله مين؟ مكسور. انا بدي اسأل سؤال. لو كان هذا الحرف الساكن ما هو حرف استعلاء؟ ما هو حرف استعلاء؟ شو كنا عملنا؟ الله يرضى عليكم. كنا رققنا السحر، أليس كذلك؟ إذا سكنت الراء وقبلها ساكن وقبله مكسور بنرقق، قلنا الكسر موجب الترقيق. لكن لما كان في هذه الصورة الحائل بين الراء والكسرة حرف استعلاء، فمن العربي من كان يجعل حرف الاستعلاء مؤثرا في الراء بحكم المجاورة، لأنه حرف الاستعلاء وين صاير؟ بجوار الراء تماما. وهذا أتى في القرآن العظيم في كلمتين، قوله تعالى: أليس لي ملك مصر؟ عند الوقف أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين. مصر وكلمة وأسلنا له عين القطر عند الوقف عليهما بالسكون. عند الوقف عليهما بإيه؟ بالسكون. فتصير الراء ساكنة وقبل حرف استعلاء ساكن وقبله مين؟ مكسور. فهل التأثير على الراء يكون لجارتها المباشرة وهي حرف الاستعلاء، أم لجارة جارتها وهي الايه؟ الكسرة. وجهة نظر، بعض العرب تقول القطر، وبعض العرب شو بتقول؟ القطر. بعض العرب تقول مصر، وبعض العرب شو بتقول؟ مصر. وضح إخواني؟ نعم. أما إذا سكنت الراء وقبلها ايش؟ حرف استعلاء ساكن وقبله مكسور، وذلك عند الوقف على مصر والقطر، فايش؟ هذا ايوه يجوز الوجهان. طيب نسمع التفخيم. مصر. مرة ثانية. مصر. مرة ثالثة. مصر. نسمع الترقيق. مصر. مرة ثانية. مصر. مرة ثالثة. مصر. نسمع التفخيم. القطر. كمان. القطر. كمان. القطر. نسمع الترقيق. القطر. كمان. القطر. القطر. واضح؟ شو بيجوز؟ وجهة. كم صورة بيجوز التفخيم؟ ثمانية. ترقيق، جواز الوجهين، الفتح والضم موجب ايه؟ تفخيم. الكسر موجب ايه؟ وكل اللي حكيته هلا عبارة عن حالات خاصة أو هي تفصيل للهيكل العام. وضح يا أخواننا؟ الله يسلمكم. ابن الجزري الله يرضى عنه من عندي نفسه، يعني بسموه هذا الاختيار. الاختيار
أن يأتي إمام من الأئمة إلى أوجه جائزة فيقول أنا أميل إلى هذا. عرفنا كيف؟ الاختيار على العين والرأس، لكنه ليس ملزما، ليس ملزما. شو قال سيدنا الجزري؟ قال أنا أميل إلى الوقف على مصر بالتفخيم وعلى القطر بالترقيق. ليش يا سيدنا؟ قال مراعاة للوصل. مراعاة لمين؟ للوصل. لو وصلنا منقول مصر شو بتصير؟ أليس لي وأسلنا له عين القطري فمن رققها وصلا، فأنا أميل إلى الترقيق في القطر وقفا والتفخيم في مصر على العين والرأس، لكن مو ملزم. واختار الإمام الجزري التفخيم في مصر والترقيق في القطر مراعاة لمين؟ للوصل. أما في حالة الوصل فإن الرأى مفخمة في مصر لأنها مفتوحة ومرققة في القطر لأنها إيه؟ هذا هو مبحثنا.